السنوات الأخيرة عرفت البشرية عدة أنواع من فيروس كورونا، 5 أو 6 أنواع، منها السارس وميرس. وسنة 2019 في شهر 12 اكتشفت في إقليم ووهان في الصين فيروس جديد اسمه كوفيد-19. وما يميز هذا الفيروس أنه سريع الانتشار، نسبة من يموت ممن يصاب بهذا الفيروس حتى الآن هو 2.5% تقريبا. هناك 3 أعراض رئيسية، منها الحمى، درجة الحرارة فوق 38، ومنها السعال والشعور بضيق التنفس. بالطبع لا، هناك الكثير من الأشخاص الذين يحملون الفيروس ولكن لا تظهر لديهم أعراض للمرض، وهناك نسبة معينة ممن يصاب بالفيروس تظهر لديه أعراض المرض، ومنها أعراض خفيفة ومنها من يكون أعراض صعبة تستوجب زيارة المستشفى. الفترة الزمنية قد تحتاج بين 2 إلى 14 يوم من حمل الشخص للفيروس حتى ظهور أعراض المرض، وبالمعدل هناك الحديث عن 5 أيام تستوجب منذ الإصابة بالفيروس حتى ظهور أعراض المرض. الحديث على 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي الأشخاص فوق جيل 60 المسنين، المجموعة الثانية المدخنين، والمجموعة الثالثة المرضى بأمراض مزمنة. العزل الاجتماعي أي الابتعاد عن تجمعات الأشخاص كي نضمن أننا لا نكون قريبين من أشخاص مصابين بالفيروس. عند الالتقاء بالأشخاص عدم المصافحة والابتعاد على الأقل 2 متر كي نضمن أن المصابين عند سعالهم لا يصل إلينا رذاذ السعال، لأن أحد الطرق المشهورة لانتشار الفيروس هو الرذاذ مع السعال، وكذلك المحافظة على النظافة. هناك نقطة مهمة جدا لم يتطرق إليها أحد، وهي قضية المحافظة على جهاز المناعة لنا قويا في هذه المرحلة بالذات عن طريق التغذية السليمة. مهم جدا أن نتناول الكثير من الخضار والفواكه التي فيها الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات، وبالذات فيتامين سي، فعليكم بالحمضيات ولا سيما الليمون والبرتقال. مهم جدا الالتزام بكل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، ومهم جدا أن نعي جدا أن علينا مسؤولية كبيرة اتجاه الكبار بالسن لأنهم من مجموعة الخطر. فحتى لو كنت أنا بحب أبوي وأمي كثير وسيدي وستي، وكنت أنا بعمل في خارج البيت وبلتقي بناس كثير، واحتمال أن أنا أكون مصاب بالمرض، علي الابتعاد عن هذه المجموعة وعدم زيارتها في هذه المرحلة والالتقاء بها، أو عند الالتقاء بهم المحافظة على التعليمات كي لا نعرضهم للخطر.